ده طبعا بيرجع لعدة أسباب حنبدأها. إن كان في عناصر غير عربية، يعني ما كانش من أصل عربي، يعني كانوا أجانب زي الفرس والأتراك، دول دخلوا وسيطروا على نظم الجيش والإدارة بالدولة. دخلوا هنا ليه أو دخلوا في نظم الجيش والإدارة ليه؟ ده لأن أصلا الخلفاء كانوا بيستعينوا بيهم في الحكم أو في نظم الجيش والإدارة بالأخص. وتاني سبب أدى إلى ضعف وسقوط الدولة العباسية، بما إنها دولة عباسية طبعا مساحتها كبيرة جدا، فده لفت أنظار الأطماع من حوالي. الصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم، بما إن طبعا كان بيتم تولية العهد أو بيعهدوا العهد الخلافة من بعدهم لأكتر من واحد من نفس البيت، فده كان بيؤدي إلى الصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم في الأخير أو في آخر عهد الدولة العباسية، خلفاء ضعفاء.